وفي الحالتين معا يفوز إذا شاء. ماذا يفعل؟ يتوب إلى الله، يا ربي إني فعلت وفعلت وسترتني فاغفر لي، فيفوز العبد في كلتا الحالتين. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فمن ذكره، أي الموت، اذكروا هذه باللذات، فمن ذكره كان في أمان الله. والأمان لله سبحانه وتعالى هو أنك إذا تبت يا عبد الله ربك يغفر لك كل شيء لديك، بل يبدل سيئاتك حسنات بمجرد أن تكون صادقا في توبتك. إذا الله يحفظ لكم الوالدين، عندنا شي حوايج غادي نمر عليها بعجالة، من بينها الأشياء التي تجعلك في مأمن من سخط الله في الدارين. أولاها يقول أحد كبار أئمة التابعين عندما كان يتكلم على هذه التي سماها الله تعالى مصيبة الموت، رحمة الله عليه، يقول: لي ولد ثلاثة أشياء، من وضعها نصب عينيه أمن من غضب الله. وهذه الثلاثة بعجالة يمكن لك أن تستوعبها ويمكن لك أن تعيها، وإذا شئت يمكن لك أن تعمل بها. أولها ذكرك للموت لا ينقطع، كل نفس النفس تتيقن يقينا صادقا على أنك لربما لا تتنفس مرة أخرى، وكل عمل عملته تنظر إليه على أنه لربما أن يكون آخر شيء. ولذلك نجد في النصوص القاطعة: صلي صلاة مودع. ثم بعد ذلك ذكرك للموت يدفعك إلى الأشياء، إلى أنك تنظر إلى حيث أنت، أنا وأنت على طول الحياة نسعى لي 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 لي، ولكن مع ذلك كل يخرجونك يذهبون بك يوصلونك إلى قبرك، وقبر فيه تراب من تحتك ومن فوقك وعن يمينك وعن شمالك. ثم بعد ذلك ماذا يكون؟ الذي يثلج الصدر، نرجو الله أن يجعلنا وإياكم من التائبين، الذي يثلج الصدر هو أن العبد إذا ولي عليه التراب وانصرف المشيعون يخاطبه رب العالمين بعد سؤال الملكين، يقول له رب العالمين: ذهبوا وتركوك، ولو ضلوا معك ما نفعوك، لكنك عبدي تؤمن بي تشهد أني الإله الواحد الأحد، فماذا يقع؟ أعاملك بلطفي فيغفر له ويرحمه، وإحنا كنرجعوك نتكلم فيه. فالعبد عندما تخرج روحه أمره مفوض إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء سأله وحاسبه وأدرى بما يفعل. لكنك يا عبد الله ينبغي لك أن تضع لنفسك لجاما ألا تتكلم فيه،